محمد، عايز كلمة أخيرة منك لأبطالنا وكل الأبطال اللي حتى مش موجودين معانا النهاردة، تقول لهم إيه؟ بصراحة رفعتوا راسنا، زعلنا على زعلكم، وادر من الإصابة أو بجد اتأثرنا جدا، وما كنتش أعرفكم شخصيا، بس النهاردة بعد ما قضينا اليوم معاكم يعني حسن بقى لي إخوات صغارين، مش صغار يعني أخوات صغارين. بجد أنا مبسوط جدا اتعرفت عليكم، على سارة، على جندي، على الناس دي كلها. احنا في ظهركم، اي حاجة انتوا عايزينها، اي طلب انتوا عايزينه، احنا كشركة، كمجموعة شركات اعلام رياضة، كوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب، مع الاتحادات المعنية ليكم. بس انا هقول لكم حاجة واحدة بس، انتوا كنتوا خطوة صغيرة قوي من الحلم بتاعك اللي انت بتجري وراه، بس انا هقول لك حاجة، انت لو جبت الميدالية حلمك هيتحول لميدالية اعلى، وده طبع طبع فينا احنا. صح. بنحب البلد وعايزينها دايما اعلى واعلى، فانت مش حلمك الميداليه، انا بقول لك يعني من دلوقتي هنقعد كمان 4 سنين لو ربنا ادانا الصحه والعمر بإذن الله. تكون جبت الميداليه هتقول طب بس فاضل لي ميداليه تانية عايز اجيبها اعلى، انا عايز الذهب. فانصحك هات الذهب من دلوقتي، اقتنع سؤالك عشان نخلص، هات الذهب، هيجيب الذهب ويقول لك عايز ذهب تانية، عايز واحد تانية ذهب. بجد انا فخور ان انا اتعرفت عليكم ومبسوط جدا، ويا رب كل الاولاد والشباب يبصوا قد ايه انتم متفانين في تمارينكم وفي حياتكم يعني. استاذ محمد، استاذ محمد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ محمد يحيى رئيس مجلس اداره الشركه المتحده للرياضه، ايضا الابطال بطل المصري الكبير كريم كحله، بطل مصر في رفع الاثقال، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، فخورين بيك دايما وفرحانين بيك. شكرا نورك حبيبي. ايضا بطلنا المصري عبد اللطيف منيع، بطل مصر في المصارعه الرومانيه، فرحانين وفخورين وبنتشرف بيك ان شاء الله. وانا كمان والله اشكرك يا حبيبي. بطلنا المصري الكبير محمد جبر، بطل مصر في المصارعه الرومانيه، شرفت ونورت، دايما مفرحنا، احنا اللي تشرفنا بمعرفتك وشكرا جدا ليك. اشكرك شكرا جزيلا. عايز اقول لكم حاجه بس، الواحد خد شويه طاقه ايجابيه حلوه النهارده منكم، دي حقيقة. يا رب ان شاء الله باذن الله تدوم عليكم الصحه والعافيه، وتشرفوا مصر باذن الله في الاولمبيات اللي جايه، وتشرفونا دايما في كل المحافل الدوليه انتوا وكل الابطال الاخرين.